تنطاني يا دار الكرم واهل الشهامة والعزم، من سارها لا ما ندم تجمع قلوب الغانمين، تجمع قلوب الغانمين. طارق المنهالي فنان إماراتي ومواطن يفتخر بوطنيته وفنه، اللي يحاول يوصله إلى جميع بقاع الوطن العربي والعالم العربي. طبعا مسيرتي الفنية بدأت في عام 2013، الحمد لله، يعني بدأت بخطوات ثابتة نقدر نقول بهالطريقة. غنيت لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، غنيت المستشار رئيس الدولة معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، غنيت لأسماء كبيرة جدا، الملحن السعودي العريق طلال باغر لحني كم من عمل. المسيرة الحمد لله مستمرة، وأرجو أني أستطيع أني أقدم شيء لجمهوري يكون في نفس الوقت مميز أصيل أيضا في نفس الوقت، وأستطيع أني أنال إعجاب. خرجت بتقدير امتياز على إيد الدكتور والعازف الشهير نصير شمة، تتلمذت على إيده طبعا في الفنون الخليجية وأدائها من قسم الأصوات والبحوث الجميلة. علاقتي بالفن، والله من أنا طفل صغير وعمري 12 سنة أحب آلة العود، صديقي الصدوق يعني اللي ما أستطيع أتخلى عنه. وعلاقة بدت بسيطة عبر إطار العائلة والمنزل، توسعت إلى أن انتشرت إلى خارج المنزل وبين الأقارب، بعدها شوية وصلنا للغناء وللتلفزيون، وصار الجمهور يطلب صوتي ويطلب الأداء إلى أن وصلنا طنطان إلى المغرب الجميل. علاقتك بطنطان وعلاقتك بالمغرب؟ والله أنا هذه صراحة أكون صريح أول زيارة لي للمملكة المغربية الشقيقة، وطبعا أنا سعيد جدا بهذه الزيارة، اللي صراحة منطقة طنطان الصحراوية الساحلية فيها عبق أصيل وموروث جميل، خلاني أول ما أنزل من المطار شعرت براحة نفسية، إلهام لكل صاحب تميز بموهبة صراحة، يعني ما شعرت بالغربة إطلاقا. وفعلا أنتوا أهلنا، والعلاقات وطيدة ووثيقة جدا بين البلدين يعني منذ الأزل وإلى يومنا الحالي. وهذا وطبعا أنا سعيد جدا بين جمهور طنطان. الحفل الأول اللي كان في الوطية كان في تجمهر جميل وردة فعل من الشعب، ما يعني ليست بغريبة عنهم، ولكن كأني أول مرة أجي صراحة أنا سعيد جدا. والله السر يكمن في المفاجأة، أخوي الشاعر هادي المنصوري أوجه له أفضل تحية طبعا، سوى الكلام في محافظة ومدينة طنطان الجميلة طبعا اللي تستحق مننا كل الدعم وكل التشجيع وكل المحبة. جاء على بالي لحن جميل نفذناه ببساطة وبطيبة وبنوايا صافية، والحمد لله وصلت إلى، يعني أنا تفاجأت بترند ما شاء الله وصل للعمل، وهذا شيء جميل جدا، يعني بساطته وروحه النظيفة البسيطة وصلت بسرعة للشعب وإلى كل أقطار المغرب. حقيقة التعليقات والناس اللي قاعدة تراسلني من الإمارات ومن المغرب ومن كل بقاع الوطن العربي ردة فعل جدا ممتازة على الصعيد المحلي، وصلنا للعالم العربي كله الحمد لله. والأغنية انعملت بالنظام الشعبي الإماراتي البسيط اللي يصل للجميع، فاجأنا أمس في المهرجان الكل قاعد يشغلها في كل القرى وكل الأماكن بين البدو، وهذا شيء جميل جدا، ويعطيكم الصحة يا أهل طنطانية ما قصرت. الرسالة الله يطول عمرك واضحة جدا، أنتم هل الشهامة وهل الكرم، والشاعر ما قصر في المدح والثناء اللي هو قليل فيكم أكيد يعني. ويعني كيف أوصف لك أن المحبة في القلوب، وأنتم من نحبكم وأنتم تحبونا، وهذا شيء سببه الأغنية. ومن قبل عندي أعمال جديدة نزلت طبعا قبل طنطان بيوم يومين، وفي أعمال قادمة في الطريق أيضا، وفي إعلان من منبري هذا أنا أقول هدية مني لشعب المغرب الجميل، بحاول قدر الأمكان أني أتعاون مع ملحن وشاعر مغربي وأدي لكم لونكم، وإن شاء الله يعجبكم. سكانها أطيب شعب ورمالها مثل الذهب، سكانها أطيب شعب ورمالها مثل الذهب، تاخذ من العزة لقب أغلى من الدر الثمين، أغلى